السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. يستمر الحديث داخل الأوساط العراقية المحلية عن ملف المعتقلين والمغيبين، حيث تستمر حملات الاعتقال التي تنفذها القوات الحكومية والتي يتم أغلبها بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى كثير من حالات الاعتقال أو الإخفاء القسري والذي ينفذ عن طريق ميليشيات وفرق موت أخرى والتي بدورها تدير سجونها الخاصة بعيدا عن سلطة القانون والدولة إن وجد في العراق. خرجت منظمة هيومان رايتس ووتش في عام 2018 بتقرير عن أعداد المعتقلين والمخفيين قسريا في العراق، وكانت الأرقام صادمة، حيث أشار التقرير إلى أن العدد التقريبي يبدأ من 250 ألف معتقل إلى نحو مليون معتقل ومغيب في العراق، ما يجعل العراق البلد الأعلى من حيث أعداد المعتقلين فيه. وقبل بضعة أيام عادت منظمة هيومان رايتس ووتش وخرجت بتقرير آخر عن الأوضاع المهينة التي يعيشها السجناء في أغلب السجون العراقية العلنية وما خفي كان أعظم. ويشير تقرير المنظمة أيضا إلى أن السجون مكتظة بالسجناء لدرجة يصل فيها أعداد المعتقلين إلى آلاف من الرجال والنساء والأطفال، بالإضافة إلى التعذيب الجسدي والنفسي الذي يتعرض له المعتقلون. ورغم ما ذكرنا سابقا، تبقى الحكومات المتعاقبة على حكم العراق بعد عام 2003 صامتة بل ومتجاهلة التقارير الدولية التي تخرج لتكشف الحقائق التي تدور في العراق بين الحين والآخر، بل وليصل الأمر في كثير من الأحيان إلى تكذيب هذه التقارير بمبررات يراها كثيرون أنها إن دلت فإنما تدل على مدى فشل هذه السلطة وضعف مبرراتها. وهنا نطرح مجموعة من الأسئلة على حضراتكم للإجابة عنها والمشاركة معنا بما لديكم من آراء. في البداية، ما مصير المعتقلين والمغيبين قسريا في سجون حكومة بغداد بعد التقارير الفاضحة عن التعذيب الذي يتعرض له السجناء؟ وما دلالته تجاهل حكومات ما بعد الاحتلال الرد على التقارير الدولية التي تثبت وجود انتهاكات للمعتقلين في السجون؟ وفي ظل غياب القضاء العادل، هل سيكتفي المجتمع الدولي بإصدار التقارير التي تثبت حقيقة ما يدور في سجون العراق دون أن يتدخل؟ هذا ما سنطرحه في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا. احنا مو داعش، احنا طبقة ضعيفة ظلينا بالفلوجة. لا حد سأل علينا، لا حد قال ايش محتاجين، والله شغلتك كلاب هنا. اريد احد يسمع صوتنا، احنا ما مو جاعي لا على الطرحين ولا على التمن، انا هسه بدون ولا رجال بالبيت. ما يصير هيك، انا حد يرحم بينا يقول هذا النساء شنو ذنبهن؟ احنا نريد زلمنا المسؤول عليهن هادي العامري. تلقانا هادي العامري هناك، سنع الزلم قال ساعة ويحقونكم. ليه هسه؟ مواليد 2000 شنو ذنبه؟ عمي ولا سن بحلقه شنو ذنبه؟ 11 واحد راني من بيت، انهجم بيتي اني. اني زوجي موظف مو داعشي، احنا طبقه ضعيفه ظلينا حصرين هناك بالفلوجه، تحمل الجوع والضيم. زلمنا يريدهم اني. 73 زلمه كارثه والله يا وليدي كارثه، واحنا حريم ببطن بستان. اناكم مو غالي عليكم، ولدكم مو غالي عليكم، اخوتكم مو غالي عليكم، شبابكم ابتعد من الله يساعدكم. زلمنا اليوم سنة وخمسة أشهر، مواليد 2000 أخويا، والله زلمة كبير أبوي عملية براس طار، الله وكيلك ومحمد كفيلك. لهذا يومك ما عرفنا عنهم كل شيء، كل شيء ما عرفنا عنهم لهذا يومك. وهاي من 30/5 طلعنا من السجن على الصقلاوية، ولد أخوتي أخوتي مواليد 2000، أخويا وحيد عنده مواليد 2000، دولة ولد ثلاثتهم، شنو ذنبهم؟ شنو ذنبهم من 30/5 لليوم ما لنا العلم؟ والله 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 أبويا من قد القهر، من قد القهر انجلط ومات، وبرقبته 6 أطفال. اسمعوا نداء الأرامل، اسمعوا نداء اليتامى، اسمعوا هاي الأراضي، حتى الأرض بكت، حتى الأرض بكت، والله والله لو ينزل على الحجر لا على الحجر بس. برد الوليد
عطوا علي 21 دفتر وما طلعوا ولده امه تبيع كليته على مود وليدها. اليوم سنة واربعة اشهر معقوطين، لا حد نشهد، لا حد يقف علينا، يا لا عون ولا عواني، لا وليد لا اسلمه لا راعي بيت، ضلينا بس النساية وليدي، ما اذا فيها شنو ذنبه؟ اريد الزليم احياء ميتين جيبونا اياهم يا وليدي. والله يا ربي هم مرضى وعايشين على هالشيء وعايشين على القاع، والله هذا اللي يدري لو عندكم قران لو حطيني عليه، واني احس مريضه انت بالغلب تسدد. والله يا ابا والله مريضه والله، ويا يا شايل الاوراق اذا ما تصجون يا ما المريض ما الغلب اطلع لكم يا تصجون يا ابا. ولادي اربعه وابن ابني الخامس بعد صغير كبري هذا الوليد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذا نتحدث اليوم عن وضع السجناء والمعتقلين والمغيبين قسريا كذلك في العراق، طبعا على يد القوات الحكومية أو على يد ميليشيات أو فرق موت، منها ما هو أو من هو يرتدي الزي الحكومي أو يقود العربات الحكومية ويستخدم السلاح الحكومي ولكنه ليس عنصرا حكوميا، ومنهم من هي ميليشيات وفرق موت خارج عن سلطة القانون والدولة و تفعل ما تشاء بدون محاسبة بدون رقيب بدون حسيب، لديها سجونها الخاصة ولديها معتقلاتها الخاصة وتفعل ما تشاء بعيدا عن الدولة وتدخلاتها إن استطاعت الحكومة هذه أو التي سبقتها أو من سبقها أن تتدخل وتسأل وتحاسب كيف يمكن أن تتكون هذه السجون أو تتشكل أو تبنى هذه السجون في العراق وتحتوي على آلاف عشرات الآلاف من المعتقلين بين أركانها ولكن لا أحد يعلم عنهم شيء بسبب إخفائهم. طبعا منظمة هيومن رايتس ووتش تقول أن المعتقلون في العراق يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة، ووصفت الوضع بالنسبة للمعتقلين في السجون الحكومية بالمهين، وكذلك اكتظاظ السجون بآلاف من المعتقلين في زنازين لا تسع أو في سجون لا تسع إلى هذا العدد الكبير، منهم أطفال ونساء، أطفال ونساء يعانون هذه المعاناة في هذه السجون، طبعا تعذيب نفسي وتعذيب جسدي كذلك، هذا ما خرج به تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش. مفوضية حقوق الإنسان هي مؤسسة حكومية دائرة تابعة للدولة، كشفت عن وجود 55 ألف معتقل، 55 ألف معتقل في العراق، تخيلوا هذا الرقم، هذا ما هو معلن مشاهدينا الكرام. هذا ما هو معلن أو هذا ما هو معلن من قبل الدولة إن صح التعبير، لكن هناك ربما أرقام كبيرة جدا عن سجون ومعتقلات سرية لا تعلم عنها السلطة شيء ولا تدرج ضمن قوائم الحكومة. عضو المفوضية الزيدان العطواني قال إن هناك اكتظاظا كبيرا في جميع السجون ما يفاقم معاناة المعتقلين، فضلا عن تهالك البنية التحتية للسجون وعدم قدرتها على استيعاب الأعداد الكبيرة من السجناء. كذلك منظمات حقوقية في تقاريرها أشارت إلى وجود عشرات الآلاف من المعتقلين في السجون الحكومية، يواجه آلاف منهم عقوبة الإعدام بناء على اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب. هذا الموضوع ليس جديد، هذا الموضوع يعترف به حكوميا عن طريق نواب ومسؤولين في البرلمان وفي الوزارات، كذلك يعترفون بوجود الانتهاكات التي تحدث في السجون داخل العراق. مع ذلك التقارير التي تخرج من قبل المنظمات الدولية المنظمات الحقوقية إن كانت دولية أو محلية عن ما يحدث في العراق من انتهاكات في السجون والمعتقلات لا يجعل أو لا تتصرف معه الحكومة بأي شكل من التفاعل، يعني هناك غياب للتعليق على هذا الموضوع. إن علقت السلطة فهي ستعلق دائما بالنفي، وهذا ما شاهدناه سابقا في كثير من التقارير التي تحدثت عن وجود انتهاكات ووجود تعذيب داخل السجون. طيب لدينا السيد أبو محمد من الموصل، هو والد أحد المعتقلين، تفضل أبو محمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتنا لجنابك. حياك الله أبو محمد، أهلا وسهلا. رافدين بصورة عامة لأنكم قطعتم شوط طويل من أجل هذا الموضوع، هالملف الشائك هذا، ملف المعتقلين اللي يؤثر بصورة كبيرة على
أغلب الناس الموجودين بالمناطق المحررة اللي كانوا مقصودين بهالشيء هذا بالاعتقالات وتغييبهم وبالأعداد المهولة هذه. فإحنا نعجب على صمت الحكومي تجاه الملف هذا بالوقت اللي تعالى أصوات من قبل بعض البرلمانيين يؤيدون بأنه هذا الشيء موجود بالأعداد هذه وقضايا التعذيب اللي موجودة وانتزاع الاعترافات بالتعذيب وغياب السلطة عن بعض المعتقلين المغيبين اللي ما حد يعرف مصيرهم وين. أبو محمد، حضرتك والد أحد المعتقلين، هل لديك القدرة على إعطائنا معلومات عن حالتك، حالة ابنك؟ والله ابني اعتقلوه في سنة 17، بداية 17 شهر الواحد، فتعرض التعذيب، واللي عذبوه نعرفهم، فقمنا دعوة عليهم عن طريق المفوضية. فالدعوة أخذت مجراها عن طريق الادعاء العام، بس أكو تلكؤ بالموضوع. فالموضوع يعني أنا مو أحكي لك بس على ابني، أحكي بصورة عامة. صورة عامة على كل المعتقلين، هذا نهج ثابت، التعذيب وانتزاع الاعترافات عن طريق التعذيب. جربتوا حاولتوا تدفعون فدية أبو محمد؟ لأنه هناك قانون أيضا في العراق، قانون هو ليس بقانون، هو عرف متبع من قبل مدراء السجون والضباط المسؤولين عن المعتقلين، أنه يمكن بإمكانك أن تدفع مبلغ من المال في سبيل إخراج ابنك من المعتقل. هل هذا كلام وارد؟ وارد وموجود. احنا ما دفعت لانه ما املك بصراحه. فابني انا صار سنتين وراح يصير 8 اشهر. فابني يعني متعدي كل مراحل التحقيق الابتدائي والقضائي وما عنده اي اعتراف. وما عنده انتماء وما عنده شو اسمه، بس الشغله انه مبينه شغله مقايضه وشغله جهات متنفذه اللي حشت بيها النائبه ناهده الدايني. اكو جهات متنفذه مسيطره على القضاء ومسيطره على وزاره العدل بالذات. فالشغله انه شغله سياسيه وضربه سياسيه راح تكون في سبيل انه منافع المحاصصه وما شابه ذلك. فاحنا امنا بالمنظمات الدوليه وبالضغط الدولي، لانه ما صار عندنا امل بالحكومه مالتنا. الحكومه بوادي والشعب بوادي، الحكومه ملتهيه بالمحاصصه مالتها، يوم الكابينه الوزاريه، يوم الدرجات الخاصه، يوم المادي، يعني بعيده كل البعد عن رغم المناشدات ورغم المطالبات. برايك يا ابو محمد، يعني اهمال الحكومه تعتقد انه امر متعمد ان يكون؟ انه اهمال السلطات الموجوده في بغداد. وأنا كتبت لاحد المسؤولين على صفحته الشخصيه، قلت له الافضل انه تعيدون ابنائنا المعتقلين وتسيجون هاي المحافظات اللي حررتوها اللي تدعون بها انه دواعش، هم سيجوا هاي المحافظات واجعلوها سجن مركزي لهم وذويهم، حتى الناس تخلص، اقلها ابنائنا يمنا، ما نعرف مصيرهم ايش راح يصير. يعني انتم وصلتوا الى مرحله من الياس انه تطالبون بان محافظاتكم تصبح سجون حتى تخلصون من قضيه المعتقلات. بالفعل ولو هو العراق بصوره عامه من شمال الى جنوب هو سجن. يعني حتى اقترح بانه يغيرون اسم الجمهوريه العراقيه، جمهوريه الاعتقال العراقي. يعني اصبحت كارثه، يعني الاعداد تتخطى المليون وما يعلم عن طريق المنظمات وعن طريق الحكومه، هذا عدد واهي، هذا كذب. عدد غير حقيقي مقارنه بما يحدث حقيقه على الارض. ابد استاذي العزيز، العدد ابد واهي ولا له صحه. يعني اكو ناس اعتقلوا عند داعش واخذوهم ما حد يعرف وين، اكو ناس اعتقلوهم كل قوه امنيه تجي تعتقل وما تعرف، يعني محبوب وعنده بخت اللي واللي مسجل بالصليب واللي ما ادري شنو، هذا عنده حظ. يعني هاي نوبات راجع الصليب الاحمر، اتعجب على الاعداد المهوله اللي تجي على الصليب الاحمر وتنطي اسماء ولدها ويقول لهم احنا ما نعرف وينهم ذولا. الصليب الاحمر، مفوضيه حقوق الانسان، يعني دائما اراجعهم. يعني طيب هذه المنظمات يعني اللي تخرج بتقارير، اي منظمات دوليه معنيه بكشف الحقائق عن طريق اصدارها تقارير، لكن
الدول التي تنتمي لها هذه المنظمات، يعني إن كانت من الولايات المتحدة، إن كانت من بريطانيا، إن كانت من دولة أخرى، ألا يدفع المفروض أن يدفع هذه الدول إلى أن تتدخل؟ يعني هناك انتهاك لحقوق الإنسان واضح في ملف السجون والمعتقلين والمغيبين قسريا في العراق، ألا يدفع المجتمع الدولي إلى أن يتدخل بعد كل هذه الفضائح عن وجود انتهاكات صريحة وواضحة في سجون العراق؟ والله استاذي العزيز، احنا نتمنى ونتمنى وضع الوصايا على القضاء العراقي وعلى الحكومة العراقية، لأنه ماذا تجيب نتيجة؟ يعني هذا المفروض كقانون دولي وأمم متحدة المفروض تتخذ إجراء حازم ضدها، لأنه هذا تعدي صارخ على 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 الحرية وعلى على إنسانية الإنسان. يعني مفوضية حقوق الإنسان عندنا دا تشتغل، ما أقول لك ما دا تشتغل، لا بالله دا تشتغل، ودا الداعي والطب وتطلع، وأغلب الأحيان يتعرضون إلى إهانات وإلى حكي وإلى هذه، بس مع هذا ما تكفي. إحنا عندنا برلمان، البرلمان مغيب، يعني مغيب نهائيا، عندنا بالموصل 43 نائب ما لهم أي دور، لا كل يوم يلا طلع واحد من النواب يستنكر على مد منظمة هيومن رايتس ووش على مد موقف تل كيف والتسفيرات والفيصلية. يعني أعداد مهولة بكل السجون، بالناصرية 19,000 معتقل، والمشاهدة مالتهم كل 3 أشهر. يعني هذه الله ما يقبلها، حتى ديننا الإسلامي الحنيف ما يقبل بهيك تعامل وما يقبل بهيك أسلوب. يعني كثير قضايا، كثير قضايا أستاذي العزيز. أنا أشكرك أبو محمد لتوضيح هذه النقاط معنا والمشاركة برأيك. طبعاً كما تحدث السيد أبو محمد من مدينة الموصل، وهو كما استمعتم في بداية حديثه هو والد أحد المعتقلين، هناك غياب لتطبيق القانون على قضية السجون وعلى قضية المعتقلين، هناك غياب لحقوق المعتقل، كثير منهم لا يستطيع أن يرى المحامي، كثير منهم لا يستطيع أن يلتقي بأهله وذويه، كثير منهم لا يعلم ما هي التهمة التي دخل بناء عليها إلى السجن أو المعتقل. هذا بالنسبة للسجون والمعتقلات الحكومية العلنية التي يعلم الجميع أين مكانها، وكذلك يعلم الجميع أين تكون، من هو المدير، من هو المسؤول عنها، من هم الضباط المسؤولين عن هذا، أمر معلن. لكن هناك ربما نفس العدد من المعتقلات الموجودة في العراق هي معتقلات سرية وسجون تابعة لميليشيات وفرق موت، لا يستطيع أحد أصلا أن يعلم أين مكان ابنه أو والده أو أي شخص كان منتمي لهذه العائلة قريب من الشخص الباحث عن المخطوف أو الباحث عن المعتقل. يتعرضون لأسوأ أنواع التعذيب، هناك تعذيب معلن كذلك وكشفت هذه الحقائق، على سبيل المثال مجلة دير شبيغل الألمانية عندما كشفت فضيحة الانتهاكات التي تحدث في السجون من تعذيب وغيرها وغيرها، طبعا من ملفات كثيرة، ملفات التعذيب التي تعلن بين فترة وأخرى، تكشفها حتى جهات حكومية، تفضح عن طريق منظمات دولية فتحرج هذه الجهات الحكومية. دعونا نتحدث قليلا عن تصريحات المسؤولين أو النواب البرلمانيين عن قضية السجون والمعتقلات. أحمد الجربة النائب عن محافظة نينوى كشف عن أسباب اكتظاظ السجون، سجون المحافظة بالأعداد التي تفوق طاقتها الاستيعابية. يقول أحمد الجربة وهو النائب عن محافظة نينوى أن الأسباب الرئيسة لارتفاع عدد المعتقلين هي تشابه الأسماء. تخيلوا معي مشاهدين الكرام، تشابه الأسماء هو نظام طبعا بدائي يتبع في كثير من السيطرات الأمنية الموجودة والمنتشرة على حدود المحافظات وفي داخل المحافظات. بسبب تشابه الأسماء يودع شخص في المعتقل وفي السجن ويتعرض للتعذيب بدون أي تهمة، والشكاوى الكيدية كذلك التي تؤدي إلى إدخال كثير من الناس إلى المعتقلات. يقول أما بخصوص 70,000 مذكرة قبض بحق أشخاص من نينوى تدعي بعض الأجهزة الأمنية أنهم إرهابيون، فأوضح أن الرقم مبالغ به جدا، مشيرا إلى أنه لو كانت المحافظة تضم 70,000 إرهابي لما استطاعت القوات الأمنية من استعادتها. السيدة أم حيدر من واسط، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخويا، إحنا من خلال هذا المنبر الكريم وخلال قناتكم المحترمة طالب بالعفو، يشمل هاي المعتقلين اللي ما ينصفون بالعفو مالتهم، اللي ما ينصفونه، يعني
يعني أغلب المعتقلين ما شفناه بأحكام تفوق الخيال، يعني بأرقام تفوق الخيال، وما شفناه هو عفو حتى يوصفهم. نعم. أيوة. أسمع أم حيدر. خير القناة إنه يوصل صوتنا للمجلس النواب، للحكومة، للرؤساء هاي اللي يصفونا بعفوهم. طيب أم حيدر، هي غير تبين القضايا اللي أودع بها كثير من السجناء، يعني أكو ناس دخلت السجن ما تعرف شنو قضيتها. طيب الدولة غير المفروض ترتب هذا الموضوع إن كان فعلا هم مرتكبين لجرائم على سبيل المثال. يعني إيه صح، اللي عنده تنازل ما طلع، واللي ما عنده يعني كل الأحمق ما جاي يطلعون السجناء، يعني اللي عنده قضية بها تنازل ما طلع. شنو السبب إنه يظلون متمسكين بسجناء تم التنازل عن قضاياهم؟ أنا مو يستفادون من عندهم، يعني هم شنو عندهم غير مصلحتهم هم العوائل وهاي البنات الشابة اللي رزلتها بالسجن اللي حارب أطفالهن، وغير المآسي اللي من تروح تواجه والحر والضيم وعلى ربع ساعة بإهانات وكلام جارح وبأبشع الطرق يستخدمون ويا السجين ويا أهله وأطفاله. نعم. غير اللي أحوال السجناء بالسجن، لا مي بارد، لا كهرباء، لا أكل. الأكل يجيبونه حتى للحيوان ما يأكله. أم حيدر، أنا وصلني أنه حضرتك زوجك معتقل، تقدرين توضحين أكثر عن هذا الموضوع لو صعب تشرحين الأسباب أو الحادث؟ هو انحكم 30 سنة وتميز 30 سنة، وقدمت على طلب أنه يغيرون المادة بعد ما سقط نظام برايمر عن الحكم، ما نصفه همين أرضه والدعوة، يعني قدم الطعن بتغيير الوصف القانوني على الأحكام العربية. نعم. ما نصفه رأس الرفض والطلب، يعني بكل الأحوال إنه تعتقدين وين الخلل يا أم حيدر بموضوع بملف السجون والمعتقلات؟ تعتقدين الخلل بمنه؟ بالحكومة. شنو مصلحة الحكومة إنه يبقى يعني الوضع بائس على ما هو عليه؟ ما يهمهم الشعب، ما يهمهم ما يهمهم، ما يهمهم الشعب، ما يهمهم هاي إنه هاي الشباب، هاي الشابات جاي تتدمر، ما يهمهم. نعم. ما يهمهم هاي الأطفال جاي تتربى بدون أب، شنو ذنبهم هاي الأطفال؟ يعني أنا محكومة 30 سنة، عندي 2 أطفال صغار، ما عندي معين، ما عندي أحد من إلهم، وأنا ربيت بيت ما عندي كل عمل، ومحكومة 30 سنة. نعم. يعني أمور. أم حيدر، كان الله بالعون على هاي المأساة، أنا أشكرك للمشاركة، يعني هذه قصة من قصص كثيرة مشاهدينا الكرام تستمعون لها وتشاهدونها أحيانا سواء في قناة الرافدين أو في مكان آخر، هي مأساة ومعاناة حقيقية موجودة في العراق، تخيلوا حكم عليه بهذه المدة الطويلة وبلا معيل، هي هناك أطفال برقبتها، وهناك حالات كثيرة مشابهة لهذه الحالات، مأساة حقيقية تحدث في العراق نتيجة لإهمال السلطة لملف السجناء والمعتقلين، وكثير يرى أنه إهمال متعمد لهذا الملف لأغراض معينة، منها ما هو يتم طبعا بناء على قضية الاعتقال، هي لأغراض منها تغيير ديموغرافي، منها هدف تهجير، منها هدف ابتزاز لأهالي المخطوف أو المعتقل، بشكل أو بآخر هناك استفادة تحدث من وراء ملء السجون والمعتقلات في العراق بالمعتقلين والسجناء. بشكل أو بآخر لن يكون هناك موضوع يتم بهذا الشكل وينتهك القانون بهذه الطريقة لو لم يكن هناك استفادة معينة تقف خلف هذا الموضوع، منها تخصيصات مالية قد تكون لملف السجناء أو ملف السجون في العراق، قد يستفيد منها المسؤول عن هذا الموضوع بناء على العدد الموجود لديه على سبيل المثال، وقد يكون الموضوع آخر بسبب طائفي، ملئت كثير من سجون العراق لأسباب طائفية ويحدث فيها تعذيب لأسباب طائفية كذلك،
وهناك أسباب أخرى متعلقة بقضية التغيير الديموغرافي التي تجبر أو يكون وسيلة أو تكون وسيلة من وسائل التهديد لعائلة معينة أو منطقة معينة من أجل أن تخلو من ساكنيها لكي يعاد تشكيلها بسكان جدد. ربما كثير من الأسباب التي تقود إلى أن تملأ السجون في العراق بالمعتقلين طبعا الأسباب هي تعود إلى هذه السلطة الحاكمة وإلى الميليشيات التي تتعاون معها والتي تقود هذا البلد بشكل أو بآخر إلى الهاوية. مشاهدينا الكرام سنذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نذكر حضراتكم أنكم بإمكانكم أن تتواصلوا معنا عبر أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تتيح لكم أن تتواصلوا معنا من خلال إرسال رسائلكم النصية عبر هذه الخدمة التي سنقرأها إن شاء الله تباعا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام لدينا حالة، طبعا هو اتصال هاتفي وكذلك ملحق بصور لموضوع ستعرفونه الآن. السيد أبو محمد من مدينة الرمادي هو ابن أحد المعتقلين من مدينة الرمادي والذي تعرض لتعذيب شديد أدى إلى وفاته جراء هذا التعذيب في أحد السجون، ولدينا الصور التي سنعرضها لحضراتكم بهذا الموضوع. وطبعا نعتذر مقدما عن الصور ولكنها واقع حال لابد من مشاهدته، حاولنا أن نقلل من أثار هذه الصورة وقسوتها بعض الشيء. أبو محمد أهلا بك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أستاذ العزيز؟ حياك الله أبو محمد، أهلا وسهلا، تفضل. حييك وحيي قناة الرافدين والمشاهدين الكرام. حياك الله أستاذ العزيز. أنا من أهالي الأنبار. نعم. من قرية المجهر جنوب الرمادي. نعم. نعم. سجن أبوي ظلما، اعتقل من قبل قوات الأمنية ظلما، والله العظيم وكل أنبار تعنى بهذا الشيء، تعذب التعذيب وصل للموت. نعم. اسمح لي أبو محمد، هذه مشاهدينا الكرام اسمح لي حتكمل حضرتك وياي. هذه الصور كما تلاحظون صور والد أبو محمد، السيد محمد علي عدنان من منطقة المجر جنوب مدينة الرمادي. هذه الصور طبعا كما تلاحظون حاولنا تغطية قسوة هذه الصور والأثار التعذيب وكذلك فتحة البطن في الطب الشرعي قدر المستطاع لقسوتها وكذلك حفاظا على يعني على مشاعركم مشاهدينا الكرام. تفضل أبو محمد كمل. هذا العزيز يقول له ترسم الإرهاب، هذا الرجل بريء أقسم لك بالقرآن، كل أنبار على بهذا الشيء، ورجل كبير بالسن ومجذور ثلاث جلطات قلبية، يعذبونه تعذيب حتى الموت ويبصمونه على إرهاب وانحكم مؤبد. شنو السبب أبو محمد؟ انحكم مؤبد تسافر. نعم. شنو السبب؟ السبب أنك ليش ابنك ويا داعش؟ ابنه ويا داعش من زمان متبرين منه، عنده براءة من عنده من 2007 هذا العزيز. وعنده براءة من عنده الرجل من زمان ما لنا علاقة فيه من دور الأمريكان. تعال ليش ابنك ويا داعش وعذب تعذيب وصل للموت وبصموا إرهاب، وأنا أخويا منتسب عذب داعش حتى الموت، هم شرطة عذبوا هم، وأبويا تسفر للسجن التاجي وحتى بالتاجي، يعني انحكم وما سلم من عندهم، معذبينه بالتاجي تعقيدات كهربائية وتوفى بالسجن. خلي يشوف العالم، خلي يشوفون البرلمان، خلي يشوفوا محمد الحلبوسي، خلي يشوفوا الناس الجوعة. نعم.
اللي شوفك حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم. ابو محمد انتوا هسه من كلامك، من كلام حضرتك، انتوا تعرفون الجهه اللي قتلت والدك؟ يعني بناء على المناطق اللي ذهبها، السجون اللي ذهبها والتعذيب اللي تعرض له، الامر واضح من هي الجهه المسؤوله. نعم. هل تقدرون تقدمون شكوى؟ اكو طريقه معينه تاخذون بها حق ابوكم؟ سؤال العزيز، هسه اذا اقدم شكوى هم راح يسوونه هذي. يعني ما نقدر هسه، انا ما نقدر، يعني اذا سولف الحق راح ننسجن، هم راح يبصمون رأوي ويعذبوني. اقسم بالله العظيم. نعم. مأساة، مأساة يعني حقيقية، مأساة حقيقية موجودة في العراق. واحد يعلق هسه شريف، سيد العزيز طلع الصورة لا تشوهها، طلعها خلي كل الناس تشوفها. خلي يسألون عن الشخص. محمد علي عدنان مات مظلوم بالسجن. صار اليوم 6 سنين بالسجن حكم مؤبد. نعم. هذا عمل إسلامي هذا؟ أي إسلام هذا؟ أي حكومة هاي؟ طيب خلينا نقول إنه طيب وين حقوق الانسان اللي تدعي بها هذه السلطه؟ وين القانون اصلا؟ وين المنظمات الانسانيه؟ الا تشاهد ما يحدث من تعذيب للمعتقلين ومن قتل جراء التعذيب الذي يتعرض له الكثير من المعتقلين؟ ماكو منظمات تتدخل؟ ماكو مسؤول يتدخل؟ ماكو اي حقوق انسان. هاي يوميا يموت 10 و12 بالسجن، والله مو بس هو 10 و12 يوميا. انت هسه على التلفزيون طلع الصوره، لا تشوف الصوره، خلي يشوفونها، خلي كل الناس تشوف الصوره. مو بس هو، هواية من السجناء اليوم مات واحد بالفلوجة، اليوم هم أثر التعذيب مات مستشفى الفلوجة، ناس سجن الحوت يوميا يموت 2 و3. نعم. برأيك الدوافع رجل الحكم سيد العزيز، رجل الحكم 20 سنة مؤبد، يعني الحكم قرار غاضي ظلم، ومعذبينه بالسجن انه ورا الحكم ماله مات بالسجن. يعني جابونا صار، شوف الصعقات الكهربائية اللي بيها، شوفه. نعم. يعني بصراحة ما أعرف شو أسألك، يعني أنت يعني نسأل عن القضاء، نسأل عن القضاء، القضاء فاسد باعتراف أممي، يعني قضاء فاسد باعتراف دولي. نسأل عن أسباب التعذيب، ما حد يعرف شنو الأسباب اللي تقود إلى استمرار التعذيب على السجناء. خلاص إذا يعني إذا اعترف أنه إرهابي على سبيل المثال، شنو الأسباب اللي تقود إلى تعذيب المستمر؟ ألا يوجد قانون؟ ألا يفترض أن يوجد قانون ومحاكمة وقضاء؟ يوم إذا يطببونك 3 دقائق تبصم رهاب غصبا عنك، تبصم رهاب يقول لك لا تموت بالتعذيب، يقول لك موت اطلع لك شهادة وفاة و10,000 واجبك لي كلاب، يقول ادري بيك ما عندك شيء ومظلوم، بس غصبا عنك لا تبصم. الجهة اللي اعتقلت والدك من هي بالضبط ابو محمد؟ نعم. عندك علم الجهة اللي اعتقلت والدك من هي الجهة؟ معروفين السادة العزيز، معروفين بالانبار. ما تقدر تقول؟ ما اقدر اقول، ليش سداد احكي لك يجوز هسه راح يجن علي. نعم. اني خلي تطلع الغباء، خلي يدزجنا من بغداد على جرام الانبار، على جرام الانبار، خلي يدزجنا من الغباء وشوف التجارات جوه يصيحون الى الله جوه. أبو محمد بن الرمادي، أنا أشكرك للمشاركة وتوضيح هذه المأساة أو جزء من هذه المأساة اللي يعيشها العراقيون داخل السجون. أبو محمد كما استمعتم لا يستطيع أن يقول من هي الجهة التي تقف خلف اعتقال والده وقتله جراء التعذيب بهذه الطريقة. الرجل يخاف على حياته ولا يستطيع أن يبوح بكل ما لديه من معلومات. حال كثير كما استمعتم، يوميا تقريبا حالات وفاة جراء التعذيب، هي حالات قتل حقيقة جراء التعذيب تتم داخل السجون والمعتقلات في العراق. هو طالب باستمرار أن نعرض الصور كما هي حفاظا على مشاعركم. لا نستطيع، الصور صعبة قليلا أن تعرض، وهناك الصور أصعب مشاهدينا الكرام لكثير من المعتقلين الآخرين، لا نستطيع أن نعرضها بسبب قسوتها وبسبب بشاعة المنظر والمشهد الذي يمكن أن تشاهدونه، لكنه واقع الحال شئنا أما بين، هذا هو واقع الحال الذي يعيشه العراقيون الآن. بالنسبة للمنظمات التي تقوم بإخراج تقارير تتحدث عن الحقائق الموجودة في العراق، هي تشكر على ما تقوم به من كشف للحقائق بشكل أو بآخر، لكن يبقى السؤال هو أين التدخل الدولي
التدخل الذي دائما يصدع رؤوسنا هذه المنظمات الدولية أو المجتمع الدولي الذي يصدع رؤوسنا عندما تحدث انتهاكات لحقوق الإنسان كما يقولون في هذه الدولة أو تلك، لكن عندما يأتي الموضوع على العراق يصبح في طي النسيان هذا الملف، ملف حقوق الإنسان بشكل عام. نماذج وأدلة وإثباتات وجود تعذيب حقيقي موجود، يعني المحكمة الاتحادية أو مجلس القضاء الأعلى في العراق الذي أخرج هذا القانون الذي يطالب بوجود دليل وبراهين وإثباتات على وجود أي انتهاك موجود في العراق أو أي انتهاك يحدث في العراق، ألا تكفي صور التعذيب أو آثار التعذيب التي توجد على أجساد المعتقلين الذين يخرجون من المعتقلات عبارة عن جثث؟ ألا تكفي هذه الإثباتات لوجود تعذيب أو انتهاكات لحقوق الإنسان في السجون والمعتقلات التي تدفع القضاء إلى التدخل وتدفع القضاء إلى حث السلطة على إرسال لجان تحقيق ومن وما إلى ذلك؟ طبعا هذا الموضوع نتكلم وفق المنطق، يعني في العراق لجان التحقيق هي جزء من الفساد، لكن وفق المنطق نحن نتحدث، فما الإثباتات والدلائل التي يحتاجها مجلس القضاء الأعلى لكي يتدخل فيما يحدث من انتهاكات في العراق الآن أو كل القضاة أو كل المحاكم الموجودة؟ كما استمعتم أبو محمد من الرمادي يتحدث عن أن القضاء في العراق هو جزء من هذا الفساد، القاضي المرتشي القاضي الفاسد يحكم بدون أن يرى ما هي القضية، بدون أن يرى التعذيب أو أثار التعذيب الموجودة على جسد المعتقل، كل هذه أمور تقود إلى أن يحكم ظلما على معتقل كثير من المعتقلين. طبعا لا نقول بأن الجميع الموجودين في المعتقلات هم أبرياء، لكن هناك نعم هناك جزء من المعتقلين هم مذنبون فعلا قاموا بأي انتهاك، لكن الغالبية من المعتقلين الموجودين في سجون العراق هم أبرياء، وهذا ما تثبته المنظمات الدولية بتقاريرها والمنظمات المحلية كذلك بتقاريرها. نقرأ رسالة السيد مبروك من الإمارات يقول: السلام عليكم ورحمة الله، تحية لك أخي محمد ولصوت الحق والحقيقة الناطق بلسان معاناة العراق. الأزمات استفحلت بالعراق في ظل حكومات تابعة لجارة السوء إيران لم توفر وظائف وتعليم وصحة وغذاء ومياه وكهرباء. أزمات السجون واقع مؤلم جدا، معاناة مستمرة، تعذيب الأبرياء وتهم جائرة ووشايات المخبرين السريين، وكذلك كثير من التغييب والإخفاءات القسرية، فالسجناء بين مطرقة التعذيب وسندان الميليشيات التي تفتعل الأزمات، وكذلك انتزاع الاعترافات في كثير من الأمور. من يتحمل هذه المسؤولية هي الحكومات والميليشيات المجرمة التي تعذب السنة من النساء والأطفال والشباب والكبار وغيرهم، كثر آخرين وغيرهم كثر آخرين، والتهم قد تكون إما أربعة إرهاب أو انتماء لتنظيم الدولة، وهذه التهم كثير أمور من هذا النوع من الظلم. الخلاص من الأحزاب الفاسدة لإيجاد الوطنيين الشرفاء لحكم العراق. رسالة أخرى: السلام عليكم، تقول على أمريكا والدول الغربية أن تتدخل. أخي، من دمر العراق وسلم الحكم لهؤلاء القتلة المجرمين؟ ملة إجرام واحدة. يقول: اللهم انتقم ممن عذب أبا محمد، حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا أنا لم أطلب من أن تتدخل الولايات المتحدة، أنا طلبت أن تتدخل الدول التي تتحدث عن حقوق الإنسان، المجتمع الدولي، المجتمع الدولي الذي هو عبارة عن مجموعة من الدول تتحدث عن حقوق الإنسان وتطالب بالحفاظ على حقوق الإنسان في كثير من دول العالم. هذه الدول هي المطلوب منها أن تتدخل، كانت ضمنها الولايات المتحدة أم لم تكن ضمنها، هو كشف لحقائق. بسبب غياب سلطة عادلة حاكمة في العراق نلجأ إلى الغير، يعني ما الذي يمكن أن نفعله في ظل غياب قانون وفي ظل غياب سلطة حاكمة؟ نلجأ إلى المفروض من هو أعلى من هذه الدولة، المفروض هو المجتمع الدولي الذي بإمكانه أن يفرض عقوبات على هذه السلطة الحاكمة، بإمكانه أن يحجم دورها، بإمكانه أن يشكل لجان تحقيق مستقلة، يعني هذا ما نسعى إليه حفاظا على أرواح الناس الموجودة في السجون والمعتقلات. السلام عليكم ورحمة الله، أخوي أني حيدر بن ديالة. أخوي، العراق بيد عصابات مافيات، أخوي العراقي السني تحديدا يعترف يتعذب، ما يعترف يتعذب، لأن هو تهمته سني وحسبنا الله ونعم الوكيل، لأن أهل السنة منه وبينا خونا جزاكم الله خيرا.
نقرأ رسالة أخرى يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مجرد سلام. وعليكم السلام. يقول: السلام عليكم أحد المشاركين، أتمنى تجاوبونا لأن عندنا معتقل بالناصرية والتعذيب بهم مو طبيعي. أناشد دول الخارج والمنظمات من خلال منبركم. طيب، رسالة أخرى يقول: أخي أنا من الأنبار، عندنا سجين حكم القاضي بسبب شاهد عمه، حكم القاضي بسبب شاهد عمه، ما فهمت يعني شنو شاهد عمه حلف كلام الله، يعني عم السجين هو اللي حلف، ما أعرف، أو القاضي استند إلى الحلفان فقط، قد يكون كذلك. في رسالة أخرى يقول أحد المشاركين: كلام الناس ينقطع حين ينقطع الظلم، وظلم الإنسان للإنسان هو تمثيل الحيوانات، أجلكم الله، كلام عام. ما فهمت؟ شاهد أعمى. يقول أخي من الأنبار، عندنا سجين حكم القاضي بسبب شاهد أعمى حلف كلام الله، بسبب شاهد أعمى، تخيلوا معي. يعني وهناك من يكتب: ما زال مستمر في كتابة رسالته. أبو عمر من السليمانية، نستمع إلى رأيه، تفضل أبو عمر. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أستاذ محمد، بصراحة الكلام بهذا الموضوع طويل والوقت لا يكفي والعمر قصير ما شاء الله. أستاذ محمد، إحنا أمام مشروع خطير، إحنا مو أمام مشروع بسيط مثلا ما تقول مصالح سياسية أو اقتصادية، هذا مبني على عقيدة صريح العبارة، مو اليوم البارحة، يا ريت له اليوم البارحة وعشرين سنة وخمسين سنة، لا بل أكثر وأكثر. فإحنا هسه هم تمكنوا، لكن شنو هدف المشروع؟ هدف المشروع إفراغ الساحة العراقية من العراقيين من خلال العراقيين أنفسهم، هي هاي المشكلة. يعني الجيش والشرطة والميليشيات والأحزاب الشيعية والمؤمنين بيهم هم دا يقومون بالتنفيذ الواجب المقدس اللي موكل لهم، هم راح يدمرون نفسهم بنفسهم. استاذ محمد، هاي الاعتقالات ما تجي اعتباطا، انت عندك ما يقارب 7 ملايين تبعية ايرانية اللي رجعوا للعراق، صار صاحب قطعة ارض، وانتو كل شيء، امكانيات مالية، انتو وظيفة أمنية، وظيفة بالدولة، هذا ما فديهم طلع واحد من عندهم يشتكى، مريد نعرف السبب على مو تعرف. يعني ذاك يوم طلع واحد عندك يقول لك والله أنت سأله، قال أنت عميد بالنظام السابق، قال لا والله أنا صار لي 25 سنة دايح بشوارع إيران، جابوني سووني عميد. يبو واحد يحكي صراحة لله، فهم يريدون دبر. إحنا إذا ريد نعرف، أنا بسأل دولة الليران بالعراق من العراقيين، اقول له ليش مهتم شيعة الاحواز؟ شنو الصراع بيناتكم؟ انتم شيعة وهم شيعة وماخذين دينكم من عندهم، يقول لك الصراع قومي، ينظروا لهم نظرة دونية حقيرة، فهم بيهم ما شاء الله، شوفوا المشروع بيهم بيخلصون على العراق، ليش هم بقية الشيعة راح يسلمون ذولا؟ خليك ويانا ابو عمر، خليك ويانا، بس اسمح لي ابو محمد من النجف نستمع الى رايه ونعود لك ابو عمر. ابو محمد تفضل. السلام عليكم استاذ محمد، شلونك عيوني؟ شلونك؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. الله يعافيك، الله يسلمك، رحم الله والديك. والديك. ما اعرف الحلقه عشان استونا فتحت خط وياك. اليوم ابو محمد، اليوم عن ملف السجون والمعتقلات في العراق، هناك تقارير دوليه من منظمه هيومن رايتس ووتش تتحدث عن اكتظاظ السجون بالمعتقلين والوضع المهين الذي يتعرض له السجناء والمعتقلين، بالاضافه الى ذلك هناك سجون تحتوي على آلاف من النساء والأطفال، تعذيب نفسي وتعذيب جسدي، وهناك حالات عرضناها قبل قليل عن ناس توفوا جراء التعذيب في السجون والمعتقلات، تعليقك على هذا الموضوع؟ والله أستاذ محمد، خلّي أعطيك صورة يعني مباشرة عن النجف. نعم.
هنا بالنجف، بالنسبه للنجف هنا السجون هم سجون سريه وهم ما تنقتل يعني، قسما بالله ما ارد ان ازل عليك، وانا من النجف من شارع الرسول يعني من قريب عن الامام على تقريبا 20 متر. نعم. وبعد يعني فتره استاذ محمد بس شويه تسمح لي، وانا عندي هوايه يعني حكي لك. تفضل اسمعك اسمعك. يعني اي رحم الله والديك. والديك. يعني بعد فسنه سنتين هاي خليها ببالك، بعد ما حد يعيش بالعراق بس الاحزاب. نعم. بس الاحزاب تعيش هاي وحده. وبالنسبه لهذول رواتب رفعها اللي هنا واحد عين اللي باقه وسرقه وقتلوا ياخذ 1.5 مليون، واللي يظل هنا على هذا خبز الشعير وعلى الحصو كل شيء ماكو. تنتمي الحزب تعيش، ما تنتمي الحزب قسما بالله استاذ محمد فلا اذل عليك والله العظيم. ومحاربه وسجون وقتل، استاذ زين سجون، احنا بالنجف زين لا عندنا سجون، اي شخص يعتبره يقتلوه. يعني وبالنسبه للكسب استاذ محمد استاذ محمد بس هالكلام ولو طولت عليك انا. تفضل تفضل. بالنسبه لهاي الاراضي انا ان شاء الله اصورها وادز لك اياها بالتريليونات مو بالملايين اللي خذاها عمار الحكيم قسما بذات رسول الله، وانا من النجف اسولف لك قسما بالعباس ابو فاضل، والساق يشيلون ذول الفقراء ذول الكسبه وخذوا هاي القاع بين النجف وبين كربلاء والله بالتريليونات، وراح ادز لك تصوير مال هاي مال شهيد المحراب هاي بالتريليونات بحي السعد 600 متر العرصه 600 متر توصل 800 مليون. هو أبو محمد رغم انه هو مو موضوعنا لكن انا اشكرك للمشاركه والادلاء بهذا الراي، وبامكانك ان ترسل ما تحب من مقاطع تسجلها وتوثقها لملفات لمواضيع معينه تخص المجتمع العراقي. لدينا خدمة آراءكم التي تقدمها قناة الرافدين والتي تتيح للمشاهدين الكرام أن يرسلوا ما لديهم من مقاطع ومن تسجيلات على هذه الخدمة التي طبعا مهما كانت فيها المواد سنراعي أهميتها وسنعرضها إن شاء الله إن استطعنا، وإن كانت تلائم أن تعرض بالشكل المناسب. كل ما لدى سيد أبو محمد وغيره من ملفات خدمة الواتساب موجودة، وكذلك خدمة آراءكم التي تتيحها قناة الرافدين. نعود أبو عمر باختصار شديد، الوقت انتهى. ملف السجون أبو عمر في اختصار باختصار شديد رجاء تعليقك على قضية السجون والمعتقلات الآن والتعذيب الجاري في هذه السجون. والله أستاذ السجون يعني شو أقول لك إلا رحمة رب العالمين، اما تيجي تترجى من دولة هذول هو بنفسهم هم بنفسهم عدو الله وعدونا، فاحنا شلون نترجى من عدو الله وعدونا ان يفرج عن السجون ويرحمون بحالنا؟ ليش هو ما يعرف انه هؤلاء ابرياء ما لهم كل ذنب، ما لهم لانه صاحب عقيده دينيه، لانه يعود لهذه الطائفه، لانه الشيعي يطلع متظاهر على مود انه جوعان تعبان هلكان، ما يهلك الصالحون، الصالحون ايضا يهلكون. أشكرك أبو عمر، الوقت انتهى. أبو عمر من السليمانية شكرا للمشاركة. قراءة سريعة لبعض الرسائل. السلام عليكم، يقول أتمنى تجاوبون أن عندنا معتقل بالنصرية، ناشد دول الخارج والمنظمات من خلال منبركم، هو بريء من الشارع أخذوه، ما عنده أي شيء، من اللي كتبوا عليه وحكمه إعدام بدون أي شاهد ولا مذكرات اعتقال، والقاضي ما يقبل يأخذ حتى تقرير طبي منه، والمحامي مالته ما خلوه يدخل وياه، والتعذيب مالتهم بالناصرية ينزعوهم ملابسهم ويضربوهم بالبواري. رسالة أخرى يقول أحد المشاركين، أخي والله السجين بريء وهذا الشاهد يصير نسيب المشتكي، على مود أختي حلف كلام باطل. طيب في رسالة أخرى يقول أحد المشاركين، السلام عليكم، أهل السنة بس يناشدون وماكو أي حل، الظروف هي من سيء إلى أسوأ، والسياسيين لا لهم علاقة بسجين ولا بمختطف ولا تعويض، بيت انهجم من وراء العمليات داعش والميليشيات، بلشوا بأهل السنة وقتل وتهجير، ترى هذا مشروع أمريكي إيراني للقضاء على الدين الإسلامي الحق. طيب مشاهدينا بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج منبر ورافدين، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقات أخرى، إلى اللقاء.